ساتر استر يا رب، يا ساتر استر يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا لهوي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. هدى في ايه يا هدى؟ مالك يا هدى في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي عامله كده ليه؟ لحسن تكون بلبعت حاجه. يا خرابي البنت بتترعش ومتشنجه ومرتاح. مالك يا هدى؟ كوبايه ميه بسرعه. دخل على زينب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. صدق الله العظيم. الميه فين؟ اهي سلامتك يا ستي. تعالي يا هدى حبيبتي، تعالي اشربي كده ميه. ايوه وابلعي ريقك كده. امسكي. ايه يا هدى؟ احكي لنا ايه اللي حصل؟ يوه يا ستي سيبتي ركابنا، خلصينا يا وليه بقى وانضاي. يا بنت براحة شويه عليها، ما انت شايفاها متخشبه في ايدينا. ما انت مش شايفاها عامله ازاي؟ ما هي مخروطه ما بتنضاش. اصبري شويه. هدى ايه اللي حصل؟ مش عارفه هو ايه اللي حصل. يا اختي اسم الله، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. مش عارفه ايه اللي حصل يا شيخه. حرام عليكي حرام عليكي، فزعتينا كلنا وقومتينا من احلاها نومه وقلب البيت، وفي الاخر مش عارفه ايه اللي حصل. يا وليه اصبري شويه، البنت هتنطق. اصبر ايه بس، دي بتستعبط. حرام عليكي يا شيخه وقفتي قلبي، وفي الاخر يا اختي هتطلع بتحلم. ما كانش حلو، ده كان كابوس. كابوس؟ شفتي اهو ده كهن النسوان بقى. انا عارفاه. بقول لك ايه يا عينيا، ابني يا حبيبتي استهرتي وانت نايمه. اقول لك حاجه، ما تبقيش تسيبي ظهرك عريان عشان الهوا هيلطشه. كتكوني لها. يلا يا ولية. قال لي يا هدى هو الكوابيس رجعت لك تاني؟ المره دي يا اختي كان شديد قوي، كنت حاسه انه طابق على نفسي وراحت بتتسحب مني. فضلت اجري في حته ضلمه لحد ما اتكعبلت وقعت في بير غويط، راح حبل شدني من رقبتي وبقيت متعلقه في قلب البير. ما فوقتش غير وانا بصرخ كده، وكل حته فيها بتترعش من الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله خير. ايه دي حبيبتي؟ بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يا بنتي؟ ليك سعدي انا رتبت كل حاجه وكله تمام يا حاج. سبحان الله يا شحاته، شوف الجبال هنا شكلها عامل ازاي، جبال خضراء والعمارات وسط حاجه ما شاء الله تحفه. ايوه يا حاج، جميله قوي 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 يا حاج.
اله الا الله. يا شحاته مالك؟ تعال بس. مالك في ايه يا حاج؟ ايه يا حاج؟ تمام حاضر يا حاج. انا بصراحه بقى انا هتعب في البلد دي قوي. ليه يا حاج؟ ضحكوا علينا وقالوا لنا ان احنا متجوزين ستات. انا متجوز جبل من دول يا حاج. لا الله ازاي؟ اما الستات اللي احنا سمعنا عنهم فدول هنا حاجه تانية خالص، حاجه تانية خالص. تحس حاجه كده انهم مستحميين غاسلين وشهم متشطفين على راي كابتن ميمي الشربيني، قماشه تانية خالص. حلوه حلوه حلوه. اسمع بقى، انا عايزك تكلمهم في مصر وتطمنهم علينا وتقول لهم اني مشغول على الاخر على الاخر وما عنديش وقت، عشان هقفل تليفوناتي وجبت اتنين لابني، واحده ليا واحده ليك. اتنين؟ امال العروسه دي هتعمل فيها ايه يا حاج؟ لا اله الا الله. انا بقول لك اتنين تليفون لبناني عشان نكلم بعض فيهم من غير دوشه كده، بقى الواحد يتفرغ عشان يقضي مهامه لما يرضي الله. كده ربنا يقويه. شكرا، مع السلامة. خير يا أنهار؟ التليفون ده من الحاج مش كده يا أختي؟ شحاتة بيطمننا على الحاج وبيقول إنه مشغول، ولما يفضح يبقى يكلمنا. مشغول؟ مشغول لدرجة إنه مش عارف يكلمنا في التليفون؟ جرى إيه يا هدوء؟ بيشقى يا حبيبتي. هو أنت شاكة يا أختي في حكاية السفر دي؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكلي كده قطعت كلامكم. لا كلام إيه؟ ده كان شحاتة بيطمنا على الحاج. ايوه ما هو لسه مكلمنا. انا كمان. وما قالكش حاجه يا حاج؟ يعني هو بخير؟ لا الحمد لله بخير، مشغول لشوشو. او ربنا يوفقه بقى ويقويه. ربنا يجيب العواب سليمه يا رب. يا ست انهار انت فين؟ ايوه انا هنا. في ايه؟ عايزاكي في حاجه مهمه. مهمه؟ خير يا ست، انت في ايه؟ الحق يا ستي، الواد بقاله يومين على الحال ده، لا بياكل ولا بيشرب ولا عايز يكلم حد. انا غلطت معاه. يخرب بيتك ودوك ما افتكرتي تقولي لي. مالك يا حبيبي؟ في ايه يا مالك؟ مفيش. مفيش ازاي يا ابني يا حبيبي؟ الله، مال الكلام اللي بتقوله ده ايه؟ ماليش نفس اكل. هو ينفع يا حبيبي برضه ما تاكلش؟ ده انت حتى قريت القران ما بقتش تيجي تقرا معايا. مش عاوز اقرا. جرى ايه يا واد؟ انت من امتى بترد بالطريقه دي؟ ما تتلم احسن لمك. بس 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 من فضلكم بقى سيبوني انا والاستاذ شويه. يلا اتفضلوا. الظاهر ان انا دلعتك بزياده. يلا اتفضلي. اتفضل. ايه؟ يقع جدو يقع يا غالي. ايوه. مالك يا استاذ؟ بقول لك ايه؟ انت ناوي تتكلم معايا ولا؟ لو مش عاوز تتكلم معايا براحه راحتك، بس انا عارف انك عاوز تتكلم معايا. اتكلم بقى وقول لي مالك. جدو، هو الغنى حرام؟ الغنى؟ ايوه الغنى. وده بقى اللي عامل معاك كده؟ انا عاوز اعرف هو حرام ولا لا. يا ابني كلمة حرام وحلال دي ما تتقالش كده وخلاص. لا لا لا، دي كلمة ليها اصول وعلم وفتوى، وما يقولهاش غير اهل الدين وبس. امال بابا قال كده ليه؟ ابوك قال لك كده؟ الله يخرب بيت ابوك. يوم ما كنت بغني في الجنينة وانت كنت مبسوط من صوتي، هو خدني وقال لي اقرا قرآن احسن، خليك زي الشيخ محمد رفعت. الله 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 الله. هو يا حبيبي في اجمل ولا احلى من صوت الشيخ محمد رفعت؟ بس انا بحب اغني وزمالي بيحب يسمعوا صوتي، وكل ما يقولوا لي غني غفله يكون حرام. يا ابني مش احنا، مش احنا اللي نقول ده حرام وده حلال. لا ما ينفعش احنا نقولها. بس انت عارف احلى حاجه في الكلام اللي انت بتقوله ده كله ايه؟ ايه؟ انك بتخاف ربنا وعامل حسابه، عشان كده هتلاقيه دايما بينور طريقك، ومنين ما تكون هيبقى معاك، بيحميك من شر نفسك ويرشدك للطريق الصح، زي ما قال في كتابه العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بص يا واد يا منعم، حب ربنا، حب ربنا
واحب صوتك واحب الغنى، بس من غير ما تنسى ولا تتلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فهمت يا ابني؟ We'll be right back.
يا عروس لك نزلني رحت وقعت. يا سلام ليه؟ وانت متجوزة منخل بقى ولا ايه؟ شو هيدا منخل لسه تجيبه نفسك؟ بعدين بحكي لك كل شو عم تعمل؟ خلاص احنا خلصنا مرحلة الكلام وداخلين على مرحلة الفعل. طب انت خليك هون وانا رح فوت من هون. تعالي وانا بعمل ايه؟ وده اسمه ايه ده كمان؟ خش داري نفسك بقى يا حاج، خش الداري انت هتبصي لي. نعم مساء الخير. مساء النور. هيدي كادو من اوتيل العرسان. ايه دي؟ ازازة شامباني. ازازة ايه؟ شامباني. شامباني؟ خمرة يعني؟ لا يا عم حظ الله، احنا عايزين ربنا يكرمنا مش يخسف بينا الارض، ولا انت عايز نحصر ابو سميحة؟ اوعى تقول لي بقى مين ابو سميحة. ها؟ يلا بعدين اكلمك. شكرا شكرا. براحتك خد وقتك. مساء الخير يا شحاتي. مساء الخير يا سليم بيه، خير في ايه؟ بردون بس ما تكون صحيتك من النوم. وهي البلد بتاعتكم دي يعرف الواحد ينام فيها ولا يشوف النوم؟ خير شو فيه؟ كل حاجة فيها خيلاني، روشاني، مطيرة النوم من عينيا. يا روق روق، هو أنت شفت شي بعد؟ ما أنت كمان خيالت واختفت قلوب العذارة. في إلك عندي مفاجأة. مفاجأة؟ إيه. الآنسة سابينا. يا حرام، امبارح ما اجيها نوم وطول الليل عم تبكي، قالت لي بدي كمل حواري مع شحاتي. الآنسة لوليتا. يا حرام قطعت لي قلبي، قالت لي انا معجبة بشحاتي وبدي اخد معه صورة للذكرى. هاي يا 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 ما شحاتي. لك يا شحاتي الزلمة سخسخ حقيقي، اللي ما شاف شي شاف سيئان لوليتا وسابينا وغشي. شو رأيك عجبتك حبيبي؟ انا مش فاهم دي ليا ولا ليك. ايه دي؟ هيدي هدية من العروس للعريس. هو صحيح مفيش فرق يعني بين الراجل ومراته طبعا، انما مش للدرجة دي. تقبرني. تقبريني انت، تعالي. شكرا يا حبيبتي. بس ايه اللخبطة؟ ليه؟ اقول لك ليه؟ عشان مخليني مش عارف اركز، وده مش مصلحتك. بس والله شكله مثل القمر عليك. انت قمر. ايه الجو ده؟ ايه ده؟ فواز انا مؤاخذة حبيبتي، بس استوري نفسك كده عشان ما ينفعش الكلام ده. ايه بس ما عنا هالحركات هون. لا احنا عنا الحركات دي، اوعي تعملي كده تاني، احنا صعايد. نعم. انت بتتفرج على ايه؟ انت اول مرة تشوف بيجامة؟ نعم. مساء الخير. مساء النور. بتمنى هيدي كادو تعجب حضرتك هيدي المرة. بقول لك ايه؟ الهدية دي هدية مننا ليك، ودي عشانك انت وحبايبك، مش عايز نفر يخبط عليا الليلة دي. يلا ياد، يلا ياد من هنا. انتوا عندكم الحاجات دي هنا برضو؟ اوه يا نهار، اوه يا اختي دماغي هتنفجر هتنفجر يا اختي. شنيور نازل مخورة فيها، هموت وانام ساعة واحدة بس من غير كوابيس. تعبت يا رب تعبت. يا حول الله يا ربي يا اختي، انتي ايه اللي صابك؟ ده انتي خسيتي النص، ده انتي وشك بقى زي اللقمة. طب الحاج يرجع من السفر يسألني اقول له ايه؟ غصب عني والله يا اختي، مش بإيدي، اعمل ايه؟ بت انتي عايزة تترقي. انا قريت يا اختي نص القران كله في اليومين اللي فاتوا. لا انت مش فهماني، تترقي رقوه بلوازمها. لوازمها؟ لا يا اختي انا ماليش في الكلام ده. يا اختي تنيلي، ده هو ده اللي هيطلع البلاوي الزرقاء اللي قاعده في جتتك. اسالي مجرب، انا جربت قبل كده مية مية. بس الحربايه سميحه دي ما تعرفش حاجه.
لان هي دي اللي نشكي العين وعامله فيك البلاوي السودا دي. بجد سميحه غلاويه فعلا، بس ليه يا اختي تعمل كده؟ يا اختي دي نار نار، لو ما لقيتش حد تولع فيه تولع في روحها. ماشي يا نار، انتوا كده جيتوا على حدري. ست سميحة أنا لسه كنت هخبط عليكي. شو وطي صوتك يا زينب، عايزة إيه دلوقتي؟ بس الست نعمة برة وشكلها غريب قوي. نعمة؟ أحسن يكون أبويا جرى له حاجة. بيت أبوك يا نعمة؟ عملت إيه تاني في أبويا يا منيلة؟ إيه ده؟ ايه اللي عمل في وشك كده؟ معلش بقى يا سميحة، أنا ما لقيتش حد غيرك أروح، رغم إني عارفة إنك بتكرهيني وتقيل عمى ولا تقيل، بس أنتِ عارفة إن أنا يتيمة وماليش حد. يا أختي قصري الفيلم ده، هبدأ الصبح قولي إيه اللي حصل. أبوكي يا سميحة بعد ما شد حيله جه عليا قوي وافترى. أبويا؟ ده الراجل طلع من المستشفى بيرهق من كتر الفكر، ولا أنتِ عايزة ترمي بلاويكي عليه وخلاص؟ والله يا سميحة عندك أبوكي، وروحي اسأليه لو مش مصدقاني وهو يكذبني. الله، طب ليه عملتي فيه ايه يا بنت انطقي؟ والله يا سميحه ما عملت له حاجه، ده انا قاعده يا اختي بضحك معاه وبهزر زي العاده، فجاه لقيته هب فيا زي الوابور، ولما عيطت نزل فيا ضرب. يو بقى ما تقولي يا نعمه، هي فزوره كرومبو؟ لا فزوره ولا يحزنوني حد. اما هي مش فزوره، قول كلامي يقع يا شاهين. امال الله، انا جيت لك انت عشان انت الوحيد اللي حاسس بيا وعارف اللي فيا. طبعا احنا طول عمرنا عشرة عمر، ده احنا طول عمرنا اخوات يا شاهين، ازاي تقول كلام زي ده؟ اشرب الشاي اشرب. مش عارف اقول لك ايه يا حاج، مكسوف منك ومش عارف اجيبها لك ازاي. يا عم هاتها زي ما تجيبها، بس وانت بتجيبها بقى قول لي كلام يتفهم، كلام يدخل العقل، حكم اللي انت بتقوله كله انا مش فاهم منه حاجه ابدا. هقول لك ايه؟ ظهر لنا كبرنا وعشنا اكتر من لازم، بس احنا اللي عمالين نقاوح. لا 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 شاهين، لغايه هنا وبس، لغايه هنا واتكلم عن نفسك انت. ما تفولش في وشي، اعمل معروف، انا مش ناقص كلام في سرك. البنت صغيره عليا قوي يا حاج، وانا ما عدتش قادر عليها. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الله، ايه يا جدع؟ ده بيقولوا الدهن في العتاري. او الدهن ده هو اللي جاب اجلي. ما انت عارف الدين لما بيجلس على القلب بيجيب اجل صاحبه. يا ساتر يا راجل، ما تحولش على نفسك كده. الله، ايه الطوب اللي انت عمال تحدفه ده فيه يا عم شاهين؟ لا 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 لا، ما تقولش كده خالص. الله، وبعدين وانت عشان خسعت لك شويه يعني هتقلبها من دمك؟ واللي حصل ده عادي، والله عادي، وبتحصل في احسن العائلات. انا من ساعه ما اتحشت في المستشفى وخرجت حسيت ان في حاجه فيها اتغيرت، ان انا مش هنا، ان انا في حاجه غلط، حسيت ان ميت. الراجل فعلا الله ولفاك. ايه اللي انت بتقوله ده يا شاهين؟ انت مالك متشائم كده؟ ده انت زي الفل اهو ما شاء الله عليك. انا عاوزك بقى تقلق كده وتقول لي بالراحه، انت ضربتها ليه؟ لما لقيتها بتضحك حسيت انها بتضحك عليا، واما شفتها بتعيط حسيت انها بتعيط على خديتها انها اتجوزتني، لقيت نفسي نازل فيها ضرب. اوبا، هو ده الغلط، ده الغلط يا شاهين. يا شاهين يا اخويا، الرجوله مش بالسن ولا بالايد تقيله، لا لا لا، الرجوله هنا هنا. انا عاوزك بقى من هنا ورايح تزيح عن قلبك وتدوس على قد ما تقدر، لا تحسبها ولا تبص في المرايه، تلاقي نفسك فجأة هم بقيت جمل، جمل طايح وسط الصحراء وعارف سكتك. قوم يا جمل، قوم اعلمك عشرتين طالع على القهوة، قوم يا جمل قبل ما اصحصح عليا انا، قوم يلا. بدي اعرف ليه شاغل حالك بالاسم شحاده؟ هيدي خدام ولا يسوى؟ ليه زعلانة سكوتك؟ أنت منك فهمان الشيء. طب فهمني من شان ارتاح. شحادي هيدا صوت فواز، يعني هيدا اللي بيعرف عنه كل صغيري وكبيري.
وفرض انه كلب ما يبيع صاحبه. واحنا ما بدنا اياه يبيع صاحبه. لكن شو بدك؟ انا بدي اياه يكون صوتي اللي بينخر بودان فواز عشان لما اعرض عليه صفقة الشغل يفضل ينخر وينخر لحد ما يوافق. خلاص وصل. لا مش معقول. لشو هيدا؟ صار لي ساعة ونص ناطرك يا شحاتي. قطرنا يا عم سليم، انا مش عارف مالي النهارده، كل ما فوق امي اخوات على التاني. لا ما شاء الله ما شاء الله، شكلك مصحصح. مصحصح ايه؟ ده انا تعبان خالص. بقول لك ايه يا عم سليم، هو الحاج فواز اختفى فجأة راح فين؟ انسى الحاج هلا، بتلاقيه دايب دوب بالعسل. اه عسل. كابس، شيل الكابس وافرد الوش العابس وقول ان شاء الله. اوف ان شاء الله ان شاء الله النفس هتصفى والقلب هيدفى والعليل ان شاء الله هيشفى. رأيتك بعود من كل حسود، رأيتك بفسوخه من الحصبه والدوخه يا هدى يا بنت ام هدى، وقولي ان شاء الله ان شاء الله ربنا ان شاء الله هينجيك يا هدى. ما تخافيش يا حبيبتي، امسكي يا زينب. هي ست خدي يا زينب. ايه احط الفضه معاها؟ حطيهولي جوه اللفه وقمطه جامده. هشرح، هي دي كمان عايزه شرح. انا عايزه قمطه جامده. وانت ما تخافيش يا هدى، احنا مع بعض مع بعض كلنا هنعدي. انا خايفه يا انهار. ما تخافيش ايه ورقك. ما تخافيش، الوجع زي الطيف يغور ما يرجع. من عين حسود وقلب حقود، من عين غلاويه وفي الاصل شرانيه، من عين الضرة اللي لا تضر ولا تنفع، من عين الولية اللي لسانها يلدع، ومن عين ليحة اللي اسمها زميعة.
ومن عند جوزك فواز الصياد وابوه منعم الصياد وبالمره يا ستي اخته حياه بنت الصياد ومن ضرتك سميحه تاني اللي عمرها ما هتنفعك في حياتك ابدا ابدا. هو ده الكلام. ايدك معايا يا زينب. حاضر يا ستي. من شر حاسد اذا حسد. على كل حاقد الله، على كل حاسد الله. صفة عادي فيها مكاسب خرافية الفواز، وأنا حينوبني من الحب جانب زي ما بتقولوا في مصر. أنت ليه ما عم تشرب؟ أصل حرام حرام. خليه على راحته شحادة، لو ساعدتني إنه هالصفة عادي تتم هيطلع لك عمولة منيحة وحتحسن وضعك المالي. شو ما بدك اغمرة؟ لا اشكي بصراحة انتو حلوين قوي، مش حرام حرام. الظاهر انه مش حد بيحب مرته كتير. حرام لك يحرم جلدك عن عظمك، ما فيك نظر ولاد. لا حرام 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 حرام. لا لا يا لو يا لو يا لو يا لو يا لو.